مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه الثلاث من حكايات. الحقيقه انا عايزه ابدا النهارده بخبر لطيف جدا. في فصل الصيف طبعا بيكون في انواع متميزه جدا من الفاكهه مش بتكون موجوده في فصول تانية، منها البطيخ، منها الخوخ، المانجا، وكمان العنب. ولكن العنب بيتحول في صيف 2017 من انه يكون مجرد نوع من انواع الفاكهه الصيفيه وبيبقى وسيلة مهمة جدا ومبتكرة جدا لجذب السياح وتنشيط السياحة في مصر وخصوصا في الغردقة. بأشكال وطرق مختلفة بتسعى إدارات الفنادق والقرى السياحية في البحر الأحمر لإقامة الحفلات والمهرجانات لجذب السياح الأجانب والمصريين. ابتكرت بقى إدارة إحدى القرى السياحية بمنطقة هواي شمال أحياء الغردقة مهرجان جديد لجذب السياح كنوع من الترفيه وتقديم وجبات وعصاير متنوعة من الفاكهة المصرية. أطلقت إدارة الفندق على المهرجان اسم مهرجان العنب لأنه بيعتبر الفاكهة الأكثر شعبية وانتشار حاليا في فصل الصيف. الشيف علي ناجي هو الشيف العمومي بالفندق أكد أن عشرات من الشيفات بالفندق شاركوا في المهرجان وجهزوا وجبات وعصاير تم تحضيرها مجانا، وكمان سمحوا للسياح والمصريين في التعبير عن رأيهم واختيار الأفضل لجائزة أحسن عصير عنب. أضاف ناجي كمان أن مهرجان الفواكه بيتم تنظيمه شهريا حسب فاكهة الموسم، وأنه تم اختيار العنب في موسم نضوج الفاكهة لجذب أنظار الكثير من عشاق الفاكهة من مختلف الجنسيات. وفي ختام المهرجان تم تكريم الشيفات الفائزين في المسابقة ومنحهم شهادات تكريمية وتشجيعية. طيب هنروح من الغردقة للقاهرة وتحديدا في التجمع الخامس، هنلاقي فاطمة وآلاء وأريج. هما ثلاث بنات اتحدوا البطالة بفكرة غير تقليدية، حولوها الحقيقة واقعية على أرض التجمع الخامس. قرروا كسر جمود المجتمع والخروج للنور ومواجهة الشارع، رافعين شعار احنا شباب الجامعة مش هنستنى شغل المكاتب يجي لنا. فاطمة وآلاء وأريج اتفقوا يشتروا عربية، قرروا يسموها عربة الفاكهة. قدموا كل مهاراتهم في أنواع كتير من العصاير، وصلت شهرتهم لكافة أرجاء التجمع الخامس. التلات بنات دول عندهم بقى عادات لذيذة جدا. اول ما بتروح عند عربة الفاكهة بيقدموا لك بونبوني كنوع من الترحيب، وقبل ما بتمشي بتكتب اسمك على سبورة بيبقى مكتوب عليها اسماء كل اللي بيشربوا من عندهم بخط ايديهم. تعالوا كده نروح نشوف فاطمة وآلاء وأريج في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بتاع الكبار كانوا بيستبدلوا كده، مجبورين طبعا احنا بنات واقفين وحدنا في الشارع،
يعني الناس الفيدباك كانت حلوه جدا والناس مبسوطه، واحنا كمان حسينا يعني طبعا هو كل واحد مننا وقته مضغوط كده، وان احنا متعود ان احنا نقف بس لو كنت من متابع السوشيال ميديا هيبقى اكيد شفت فيديو من فيديوهات محمد فرج واللي اغلبها رقص على الاغاني الشعبية. محمد فرج شاب عمره 20 سنة طالب بكلية تجارة بيشتغل موديل وموظف في شركة دعاية واعلان. محمد بدأ يعمل فيديوهات قصيرة من حوالي سنة مدتها بتكون من 15 ثانية لدقيقة بيتم تصويرها بالموبايل الخاص بيه. بعد شهور من نشر الفيديوهات دي اللي بيتقال يعني انها فيديوهات كوميدية على صفحته الشخصية على الفيسبوك وصل عدد متابعي الصفحة لأكتر من 500,000 متابع. طيب تعالوا كده الاول نشوف فيديو من فيديوهات محمد فرج ونرجع تاني. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي سيدي الناس. صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي هو ده صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عم الناس، ايوه ده صاحبي سيدي الناس. صاحبي اللي نسيت عشرين زمان من 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 بكره تشوف الدنيا اشكال والوان وين وين وين. صاحبي اللي نسيت عشرين زمان من انا من انا من بكره تشوف الدنيا اشكال والوان وين وين وين. انا مثلا بقول لك صاحبي راعي وعم نفسي واي حاجه تاني ما افتكرش، والناس عاميه ما بتسمعش وليه روح يابا ما بيرجعش. تعبت يابا محمد فرج شايف انه عنده الموهبة والقدرة على تقديم محتوى بيجذب جمهور السوشيال ميديا واللي خلاه نجم من نجوم السوشيال ميديا. طبعا يعني انا شايفة ان في نماذج مهمة جدا
موجودة في مجتمعنا زي أبطال رياضة، زي ممثلين شباب وغيرهم من النماذج اللي تستحق إنها تتشهر بسبب حاجة فعلا مهمة هم بيقدوها وبيعملوها، عكس تماما اللي احنا بنشوفه دلوقتي على السوشيال ميديا، النجوم اللي بتتشهر من لا شيء. طيب بعد الفاصل في فقرتنا الرئيسية النهاردة معانا نجم ووجه جديد في عالم التمثيل والمسرح، خليكم معانا. تعرف معنا على الخطوات المستقبلية بعد التخرج من كايرو ميديا سكول. الانضمام لعضوية كايرو ميديا كلوب التي تمكنك من الحصول على فرص تدريبية في المؤسسات الإعلامية وتجهيز سيرتك الذاتية والتقدم للوظائف ومناقشة أفكار الأعضاء وتوفير وسائل تنفيذها. الخريجون سيشاركون معنا في تأسيس كايرو تي في أونلاين، تلفزيون موجه باللغة الإنجليزية والعربية من القاهرة إلى العالم. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما قلت النهاردة في فقرتنا الرئيسية معانا نموذج شاب بدأ في عالم التمثيل والمسرح من خلال مسرح كلية الهندسة جامعة عين شمس. مشرفنا ونورنا النهاردة في الاستوديو الممثل الشاب محمد علاء. أهلا وسهلا بك يا محمد. ازيك محمد؟ انت اتخرجت من كلية هندسة جامعة عين شمس، مظبوط. بدايتك كانت على مسرح كلية الهندسة، مسرح جامعة عين شمس بالأخص. مسرح جامعة عين شمس. تمام. طيب انت بدأت معاهم من 2013، مظبوط. طيب عايزك تكلمني الاول عن بدايتك في مجال التمثيل. هل بدأ مع الكلية وبدأ مع الجامعة، ولا كان في موهبة او في تفكير في موضوع التمثيل من قبل كمان الجامعة؟ بصي، هو الموضوع فعليا البداية الحقيقية كانت مع الجامعة. قبل كده كان ممكن نقول موهبة بسيطة او عدم وجود وعي بالموهبة دي، فكان الموضوع بس نفسي امثل، ففي المدرسة حاجة بسيطة، عرض مثلا عشان حفلة عيد الأم فبنعمل حاجة بسيطة جدا. بس البداية الحقيقة ظهرت مع دخول الجامعة. أنا واللي شجعني إن أنا أول ما دخلت الجامعة واللي هي كلية هندسة عين شمس ما كنتش طايقها، يعني لا أنا عايز أمشي، عايز أتخرج، أنا مش هاجي المكان ده. ولقيت إعلان بتاع كاست هندسة عين شمس فريق مسرح. طيب ماشي تمام، فين ده يا جماعة بقى؟ أسأل يوم في التاني في التالت، محدش بيدلني، مش عارف مكانهم فين. المهم حصلت صدفة بسيطة، واحد صاحبي جه بنت قالت له النهارده الميعاد الساعة كذا. اقول له ميعاد ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ فريق ده فريق المسرح. قلت له فعلا يا عم انت فين من بدري؟ هوب طلعت على فريق المسرح. تمام، عملت الاوديشن، ادوني مشهد صغير عملته، اغنية بسيطة اغنيها لهم، انا صوتي وحش بس هم كانوا عايزين الاداء مش اكتر. بس من الموضوع ده كده دخلت الكاست وبدأت معاهم. طيب مش فاكر ايه هو المشهد اللي انت عملته؟ كان مشهد من مسرحيه كده انا كنت امر اقراه، يعني ما كنتش عارفه، من مسرحيه اسمها كتير الغار. كان مشهد للكاركتر اسمه ايبور. كان يعني مشهد، هو ايبور ده سكير شويه، فكان بيصخب بقى على المدينه اللي عايش فيها، عباره عن مونولوج صغير كده بيقول يعني ان المدينه دي وحشه وانتوا فاكرين نفسكم. طب تقدر تعمل لنا منه حته دلوقتي؟ مش فاكره، بس ممكن لو عايز حاجه ثانيه اعمل لك. بس انا مش فاكره. طيب عايزك تختار دور. تمام، بسيط كده صغير، من اي دور انت عملته قبل كده و تمثله يعني قدام حاجه زنونه يعني. حاجه. طيب في كاركتر لسه عامله في الاخر كان اسمه تشارلي، مستر تشارلي. ده عباره عن هو كان قصته في مسرحية، هو حلقة الفصل ما بين الحياة اللي احنا عايشينها الدنيا والحياة اللي برا الآخرة أو ما بعد الموت. احنا كنا مخلين تصور تاني لما بعد الموت عشان ما يبقاش فيه الموضوع يعني ازدراء أديان أو كده، الموضوع أبعد من كده. فكان بيقول مونولوج في الأول، هو عبارة عن هوست الناس جاية في الصالة وبيتكلم معاهم. فبيقول لهم من أنتم؟
أن أكون أنا. أين نحن؟ هل نحن في مسرح؟ هذا عرض مسرحي. أنا مؤلف العرض، مخرج العرض، أم أنا مجرد ممثل؟ هل من اللائق أن أقول كلمة مجرد قبل كلمة ممثل؟ مجرد ممثل حاجة بسيطة يعني. بس قولي، هو ده كان أنهي عرض؟ يعني كان أنت عملت 8 عروض، ده كان أنهي واحد فيهم؟ كان ده كان ختام المسيرة بتاعت الجامعة، كان آخر عرض عملته في الجامعة. طيب، زي ما قلت دلوقتي أنت عملت 8 عروض مع الجامعة. هل بيكون في زي مسابقات بين الجامعات او مهرجانات بتتعمل بين كليات مثلا جامعه عين شمس او غيرها من الجامعات الثانيه؟ بالظبط، هو الموضوع يعني بالنسبه لنطاق الجامعه بيبقى عندنا مهرجانين اساسيين في السنه، مهرجان اسمه مهرجان الذاتي، مهرجان اسمه مهرجان الكبرى. مهرجان الذاتي ليه اتسمى الذاتي؟ لان هو بيعتمد على المجهودات الذاتيه، بمعنى ان كل فريق عمل من ممثلين لكاست الاخراج لازم يكون طلاب في الكليه، ما يكونش في بروفيشنالز بمعنى اصح. في الكبرى لا، الممثلين بيكونوا طلاب، ده شرط اساسي، بس الكرو بتاع الاخراج اللي هو المخرج والمخرج المنفذ المؤلف بتاع الاضاءه بيكونوا بروفيشنالز، دي شرط من شروط المهرجان يعني. في مهرجانات بره الجامعه زي المهرجان القومي. المهرجان القومي ده اقوى مهرجان مسرح في مصر، ده بيحصل في اخر السنه، بيجمع كل المسرحيات القويه في خلال السنه. لو اخذت جايزه في مهرجان الكوبرا ده فالجامعه بترشحك للمهرجان القومي. تخش المهرجان القومي ده بيكون فيه يعني زي ما قلت لك كل المسرحيات اللي خدت مراكز في خلال السنه او خلال السيزون المسرحي اللي فات بيتنافسوا بقى على جائزه المهرجان القومي، وهي من يعني من اقيم واغلى الجوائز في المسرح يعني، سواء احسن عرض في القومي. طب وايه المسرحيات اللي انت عملت فيها ادوار خدت فيها جوائز يعني، سواء كممثل او كعرض بشكل عام يعني؟ تمام، هو ممكن اتكلم عن يعني اقرب جوائز ليه يعني. كان مسرح اسمها القاع، كان الكاركتر اسمه كليش، كان عباره عن حداد. كان هو الموضوع كان عاجبني ان هو فيه لحظايا فيه او سنس اوف دراما جديد كده كان على المشاهد. هو الفكره ان هو طول المسرحيه في الاول بيحب مراته جدا، بتموت، فالطبيعي ان هو يخش يزعل عليها. هو بيخش فبيقول لها انا مش زعلان، ازاي انا مش زعلان، او ازاي انا بقيت كده أو. فالكاركتر ده انا خدت عليه جائزه احسن ممثل مستوى تاني على الجامعه، والكاركتر ده قريب مني جدا يعني. وفي كاركتر تاني ده بالنسبه لي هو اللي جمع كده ميكس بتاع الخبرات او ميكس بقى اللي انا اتعلمته كله، قدرت اوجده في الكاركتر ده نظرا ان هو كان صعب جدا. وكان كاركتر هو بطل العرض، فطول العرض على المسرح في تصاعد وفي تغير كتير في الشخصيه خلال المسرحيه، اسمه مستر نابليون. كويس ان انت جيت عند النقطه دي علاء. انا عايز اعرف هنتكلم عن بانجيا. دلوقتي فكره بانجيا ان انتوا كنتوا بتجسدوا ادوار حيوانات بالظبط. طبعا ده كان محتاج شغل كتير ومجهود ان انتوا تقدروا تجسدوا مش شخصيه انسان عادي، لا انتوا كنتوا بتجسدوا اشخاص حيوانات. هو شخصيه الانسان بلس كاركتر الحيوان بقى، فهو ده الفكره ان انا ما بعملش انسان بس، لا هو بلس الانسان ده في بقى الحيوان يعني. مستر نابليون ده كان خنزير، فكتمام انت هتعمل نابليون اللي على الورق تمام، طب الخنزير ده هتعمله ازاي؟ هتلبس بقى ماسكات وتمشي بقى على رجليك وايديك وكده، فاحنا ما بنعملش عرض اطفال يعني. فاضطرينا نروح لنوع تمثيل اسمه الانيمال بيهافير اكتنج، هو ان انا ازاي بمثل التمثيل الحيواني. ده عن طريق ان الحيوانات يعني هقول لك مثال بسيط، الكلب انا بفهمه من طريق اشكال جسمه، صح؟ دلوقتي عطشان، دلوقتي جعان، دلوقتي خايف، دلوقتي عايز يعمل اتاك. لعبتوا على النقطه دي ان انتوا ازاي تقدروا كل شخص بيجسد شخصيه حيوان كان بيفهم تفاصيله وكان ذاكر الحيوان جدا وطبيعته. يعني هل الجامعه بتدعمكم يا محمد في الموضوع ده، ولا مش شايفين دعم قوي من الكليه او من الجامعه؟
بصي، طب هما ممكن ناخد الموضوع شقين. الكليه الدم بتاعها ما بيكونش قوي عشان نظرتهم، انتوا مهندسين انتوا فني ازاي والكلام ده، بس تمام السكيه تمام، دي وجهه نظرهم واحنا وجهه نظرنا، احنا على قد الدم الصغير ده بنعرف نطلع فن كويس جدا. تمام. الجامعه بتدعم احسن يعني. تمام. علاء، بعد المسرح ايه خطتك اللي جايه؟ في انا عايز تشينج الكارير من المسرح للسينما بقى نفسها. للشاشه بقى، يعني الوقوف قدام الكاميرا او التمثيل قدام الكاميرا. حاليا بدات اخد ورك شوبس عن الموضوع. باذن الله واخد قرار ان انا اقدم في المعهد بتاع التمثيل السنه الجايه، اللي هو التقديم الجاي شهر 9. وفي مشروع صغير يعني بدو انا واصحابي هم بتوع المسرح اللي جمعنا نفسنا، يعني عاملين مسلسل بس على السوشيال ميديا. كله بقى يعني مجهودات ذاتيه، من اول الانتاج من جبنا، من اول التصوير صحابنا، من اول الاخراج منا فينا، الكتابه بنقعد احنا نكتب، التمثيل بنقعد نشتغل مع بعض، الكاركتر ده انت شايفه ازاي، الكاركتر ده انت شايفه ازاي. بنحاول نستغل السوشيال ميديا في ان احنا نوصل بها، لان دلوقتي السوشيال ميديا مؤثر قوي جدا وناس كتير بتوصل منه، فاحنا بنفكر ان احنا ازاي نستغل الموضوع ده صح، نوري الناس فننا ده على نروح لهم، لان مش ناس كتير بتروح المسرح دلوقتي، فاحنا تمام احنا هنروح لكم انتوا، وانت فتح موبايلك هحاول انا اجي لك على الشاشه الصغنونه دي. فده اللي جاي باذن الله. يعني احنا بنتمنى لك طبعا التوفيق يا محمد في حياتك عموما وفي مجال التمثيل بشكل خاص. يا رب. وفي مجال الهندسه برضو بما انك مهندس. مشكرك جدا يا علاء. ميرسي جدا. كان معانا النهارده ضيفنا الممثل الشاب محمد علاء. خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم حلقه جديده وتصبحوا على خير.